الفقر عمره ما كان عيب، كلنا عارفين الكلام ده، بس اللي كتير ما يعرفوهوش ان في رحلة طويلة من الفقر لحد ما الواحد يوصل للنجاح والشهرة والثروة، رحلة من الكفاح والتعب والعمل والجهد. في الفيديو ده هنسلط الضوء على فنانين بدأوا مشوارهم من الصفر وواجهوا صعاب كتيرة لحد ما حققوا الشهرة. هنتكلم النهاردة عن الفنان عمرو سعد. أهلا بيكو في قناتنا أخبار ترند. الفنان عمرو سعد كشف أنه امتهن مهن كتيرة قبل ما يدخل عالم التمثيل، وقال أن أبوه كان دايما بيزرع فيه حب العمل والاعتماد على النفس، علشان كده كان بيشتغل خلال دراسته وبالأخص في فترات الأجازات. الفنان عمرو سعد ليه 9 إخوات، من ضمنهم طبعا المطرب المعروف أحمد سعد. وخلال رحلة كفاحه قبل ما يدخل الفن، اشتغل الفنان عمرو سعد شغلانات كتير. اشتغل عند صاحب عربية فول، واشتغل كمان شيال للخشب باليومية، وصرح ان والده اتوفى بمرض السرطان لانهم كانوا لا يمتلكوا رفاهية العلاج. لو وصلت معانا لحد هنا واعجبك الفيديو، فاهلا بيك معانا في قناتنا اخبار ترند. من فضلك اضغط على زر الاشتراك علشان نكبر قناتنا ويوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واكتب كومنت واعمل شير، وسلام.